صباح الخير. تاريخ جديد بيروز داما حياتنا، رح نعيش أولى تفاصيله سوا برفقتكم متابعي شاشة الأخبارية السورية. يوم جديد إن شاء الله يحمل كل الأمل والسلام لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. بصباح اخترنا قصص كتيرة ممكن تمرق بحياتنا اليومية لنقدر نقدم من خلالها معلومة وفكرة جديدة بتفيدكم بحياتكم. صباح السلام فيكم حراس الأمل أبطال الجيش العربي السوري، وصباح الخير إلك أريج. يسعد صباحك. صباح الخير نور، وصباح الخير لكل يلي بدأ مشواره معنا بطاقة إيجابية من الأمل. أكيد نقدر نحملها طول اليوم، من خلالها نقدر نحقق مشاريعنا وأحلامنا. فأكيد خلوا التفاؤل مرايتكم لتكون بداية يوم تحمل كل النجاح بكل مجالاتكم. بما أنه ما زلنا عم نحكي عن الطاقة الإيجابية والأمل، فأكيد رح تبقى هالأمل عم نستمده من بواسلنا حراس الحياة على هالأرض أبطال الجيش العربي السوري. ولنعرف شو محطاتنا الصباحية لليوم، فاصل ونبدأ صباحنا غير. أريج، مثل كل يوم نبتدي رحلتنا الصباحية بجولة على آخر الأخبار المنوعة، والبداية من عالم الفضاء. فقد أكدت بعض المصادر أن وكالة ناسا تفكر بنقل ملكية التلسكوب الخاص بها لجهات خاصة بعد انتهاء عقد تمويله من قبل الحكومة الأمريكية، وتتركز الخطة الحالية على الاستخدام الفعال للتلسكوب حتى عام 2019. سيتم فيها الاعتماد على التلسكوب جديد الأكثر تطورا. خلونا نتابع مشاهد نشرية الوكالة عن هالتلسكوب. من عالم الفضاء لعالم التكنولوجيا الذي بات مسيطرا على حياتنا، ومع خبر توقف تطبيق الواتساب عن العمل بشكل مفاجئ صباح يوم الجمعة، حيث بات مستخدمو التطبيق بجميع أنحاء العالم غير قادرين على إرسال أي محتوى. ولجأ المستخدمون إلى تويتر للإبلاغ عن المشكلة، وكشف موقع داون ديكتور أن 60% من المستخدمين واجهوا هالمشكلة بالاتصال، و 25% يتلقون رسائل تخبرهم بعدم إمكانية إرسال أي ملفات، بينما يجد صعوبة بالغة 14% من تسجيل الدخول. وشهد هاشتاغ واتساب انتشارا كبيرا عبر منصة تويتر لمعرفة ما حدث بشأن التطبيق. يعني يا نور، الله يجعل أكبر المصايب. وتخيلي مثلا بلا واتساب، أو بلا كمان واتساب، فيسبوك، بلا جميع مواقع التواصل الاجتماعي، كيف كانت الحياة؟
مثل ما كنا عايشين قبل ما كانوا متواجدين. خلينا هلا ننتقل لنهايه اخبارنا المنوعه لليوم من دمشق وتحديدا من جرمانه وماراثون دراجات هوائيه بمناسبه يوم البيئه الوطني. تفاصيل اوفى مع زميلتنا نرمين عمار. أعتبر إنه هالرسالة هي مو لجمعية رواد البيئة وبس، هي رسالة مجتمعية، هي رسالة تشاركية لكل الناس تلتفت لأقل ما يمكن من وسائل اللي بتخفف من تلوث البيئة، بتخفف من ضجيج اللي عم بينتشر من وسائل التنقل الأخرى. نحن طبعاً نتمنى يعني التجاوب مع هيك مبادرة، لأنه هذا التجاوب بيخلي الدراجة تحتل مكانها الطبيعي. استخدام الدراجة الهوائية بجرمانة يعني هو مو مجرد رياضة فقط، معروف عند الكل يعني بجرمانة أنه الدراجة الهوائية هي يعني هي عمل قبل ما تكون وسيلة نقل. فيعني بعتقد من الأربعينات وما قبل، من أول دخول الدراجات الهوائية لسوريا، أهل الغوطة بما فيهم جرمانة بيستخدموا الدراجة الهوائية بأعمالهم اليومية. الدراجة الهوائية أول صديقة للبيئة تعتبر من ناحية وسائل النقل، وأيضا هي الوسيلة الأولى التي يستخدمها الكثير من الرياضيين حتى يحافظوا على صحتهم ولياقتهم البدنية. نحن من هالمنطلقين ومن منطلق الحفاظ على البيئة ارتأى مجلس إدارة جمعية رواد البيئة أن يقوم بهذا المسير. فأنا مثلا من 40 سنة ما استخدمت دراجة، عدت لأستخدم الدراجة وركبت على الدراجة بهذا اليوم وبهذا المسير. تشجع كل الناس، الدكاترة، الصيادلة، المهندسين، الأطفال، الناس كلها أنه يركبوا الدراجة من شان تلوث البيئة والحفاظ على البيئة، وأولاً أحسن لن كصحة كحالة نفسية. أما هلأ صار وقت لنرجع ونقلب برزنامة التاريخ ونتعرف على أهم الأحداث يلي تسجلت بهذا اليوم. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة واضحة في سجلات التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1911، فرنسا وألمانيا توقعان معاهدة لتسوية خلافاتهما بشأن المصالح الاستعمارية في كل من المغرب والكونغو. وفي عام 1922 الباحث الإنجليزي في علم المصريات هورارت كارتر يكتشف قبر توت أنخ آمون. وفي عام 1939 عرض أول سيارة مكيفة في شيكاغو. وفي عام 1956 قوات الاحتلال الإسرائيلي تصل إلى قناة السويس أثناء العدوان الثلاثي على مصر. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1874 ألكسندر كولكشتاك، قائد بحري روسي ومستكشف له اكتشافات عديدة في القطب الشمالي. وفي عام 1932 تشارلز كاو، عالم فيزياء صيني حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2009. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1918 ويلفريد أوين، شاعر إنجليزي. وفي عام 1924 جابرييل فوري، موسيقي فرنسي. صباحنا لسه بأول، ويمكن سوا نشهد خلال ساعة القادمة على أحداث اتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد.
وأكيد مشاهدينا بكل يوم بنقلب صفحات من حياة شخصية تركت أثرها بالحياة. خلونا نتعرف على شخصيتنا لليوم بالمادة التالية. ويلفريد أوين هو شاعر وجندي إنجليزي من مواليد 18 من آذار عام 1893. يعتبره العديد من النقاد أحد أهم شعراء الحرب العالمية الأولى لتصويره الحرب وآلامها باستخدام لغة الأدب. بدأ كتابة الشعر في سن 10 وكان متأثراً بالشاعر جون كيتس وغيرهم من الشعراء الرومانسيين. في عام 1917 أثناء تلقيه العلاج في إدنبرا نصحه الطبيب بأن يترجم مشاعره وتجاربه إلى شعر، وساعده في ذلك صديقه ساسون الذي كان متأثراً بنظريات فرويد النفسية، حيث كان يشير إلى أوين إلى الأثر الذي يمكن أن يحدثه في الشعر. أدى هذا لينتج أوين أشعاره الشهيرة ومنها لوعة الحرب أو أسى الحرب، وكانت أشعاره عن الحرب تشتمل على صور حية دقيقة وكانت على النقيض تماماً من فكرة الناس حول الحرب في ذلك الحين. في تموز عام 1918 عاد للخدمة العسكرية على الجبهة الفرنسية، وسقط أوين قتيلاً وهو في الخدمة العسكرية قبل أسبوع من انتهاء الحرب في 24 عام 1918، ووصلت أنباء مقتله إلى وطنه بينما كانت أجراس الكنائس تعلن انتهاء الحرب. أريج أولى محطاتنا لليوم رح نروح فيها مع مجموعة من المتطوعين جمعوا فريق بيحمل عنوان العطاء، شكلوا مع بعض مبادرة شبابية غير ربحية تسعى لنشر ثقافة العمل التطوعي وإعادة تأهيل الشباب للعمل. ولنتعرف أكثر على نشاطاتهم الأخيرة بصرنا أن نرحب بضيوفنا بصباحنا غير لليوم، عمران جروس مسؤول اللوجستيك بفريق عطاء، وهبة الحموي مسؤولة الأنشطة بالفريق. يسعد صباحكم. صباح يهلا فيكم. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم على شاشة الإخبارية. يمكن مع بداية الحرب على سوريا وبداية الأزمة في كتير من الفرق يمكن والجمعيات التطوعية باشرت عملها على الأرض. خلينا نعرف مشاهدينا على جمعيتكم على فريقكم، كيف بيكون العمل التطوعي مع بعض؟ يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم على الاستضافة. فريق عطاء هي مبادرة شبابية بلشت بال 2016، نحن رفقات ونعرف بعض من كذا مشروع سابق، قررنا نعمل فريق لحالنا، فريق نعطي الشيء البصمة تبعنا فيه، قررنا نسميه فريق عطاء. بلشنا 2016 وكان مرخص من مركز الأعمال السوري. الفريق نشاطاته لساتها هلا بأولها، نحن عم نكون موجودين بكذا مجال. آخر نشاط كان لنا مع بالتنسيق مع وزارة الصحة مع الهلال الأحمر ومع باحثون السوريون والهلال الأحمر، كانت هي حملة توعية مشان بريست كانسر سرطان الثدي. الحملة التوعية اللي هي شهر أكتوبر اللي هو يعني التوعية لسرطان الثدي. تمام. فكان النشاط الختامي تبعنا هو الماراثون اللي كان مدينة الجلاء أو استاد المنزة. هبة نشاطكم أو بالأحرى الحملة اللي دائما بتقوموا فيها بتكون تحت شعار، ودائما عم بيكون شعاركم هو مجتمعنا مسؤوليتنا وعطاؤنا لا محدود. خلينا نتعرف أكثر على المجالات اللي كنتوا عم تشاركوا فيها ضمن أنشطكم. هلا المجالات اللي نحن بنشارك فيها يعني ما في مجال محدد، كل المجالات ندخل فيها. ركزنا اول فتره على الاطفال، ركزنا على الاطفال ذوي الاعاقه، ركزنا على الاطفال الصم والبكم، كنا عم نتعامل اكثر شيء مع الاطفال، ركزنا عليهم. قديش لمستوا بنتائج نشاطاتكم مع الاطفال انه يعني تركتوا بصمه بقلوبهم وفرحه أكيد على وجوههم؟ اكيد اكيد. وقت اللي انت عم تتعاملي مع الطفل وانت يعني انت حابه هذا الشيء، وقت اللي بتشوفي البصمه هي لحالها يعني بتكفي كل تعبك وكل شيء انت تعبتي فيه، خلاص ما عاد بتحسي بشيء. انه المهم انه تكون يعني هيك البصمه على وجوههم. حتى من فتره عملنا بالعيد قبل العيد رحنا على مركز شلل دماغي بمساكن برزه، عملنا لهم فان دي كان عنوانه فرحتكم عيدنا.
عمران، يمكن شاركتوا بنشاطات كثيره شملت جميع فئات المجتمع، خلينا نحكي عن اخر نشاط لكم مع وزاره الصحه شهر تشرين الاول الشهر العاشر، كان حمله توعيه كبيره ضد سرطان الثدي، خلينا نحكي عن هي التشاركيه وفعليا قديش مهم التشبيك مع المؤسسات الحكوميه لنشر ثقافه الوعي من كثير من الامراض وخصوصا سرطان الثدي. مثل ما خبرتك انه هو شهر تشرين الاول هو شهر التوعيه مثلا بريست كانسر. العمل التطوعي نحن ما فينا نطلع من دون ما نكون منسقين مع الجهات الحكوميه، اكيد وزاره الصحه مشكوره، الهلال الاحمر مشكور، ساعدونا كانت المشاركه ضمن ماراثون ماراثون كان الصحة. الختام لاعمال شهر كامل من المحاضرات من الفحوص المجانيه اللي اكيد وزاره الصحه ساعدتنا فيها بكذا مركز بجوات مدينه دمشق وخارج مدينه دمشق. دخلنا كمان عملنا فحوصات مجانيه بمراكز الايواء سيدات، وفي طبعا بدي ارجع اذكر كمان الباحثون السوريين شاركونا في مراحل شكينا فيها طبعا تبعتها وزاره الصحه والهلال الاحمر. اكيد النشاط الختامي اللي صار هو بنهار الجمعه الماضيه 27 شهر بالمدينة جلاء الرياضية، كان ماراثون انطلقنا من ساحة الأمويين لمدينة جلاء. كان نشاط كثير. ليش اخترتوا ماراثون تختموا فيه نشاطاتكم؟ اخترنا الماراثون لنوصل أكبر عدد ممكن من الفائدة للشريحة العالم المستفيدة ونخبرهم أكثر أنه نحن موجودين على الأرض. طبعا لأنه الماراثون هو بيستهدف كل الفئات، أما موضوع الفحص ودور الإصاصية بس للسيدات، نحن بدنا نخبر أكثر عن النشاط اللي مساوينه وعن الفريق أكثر. فالماراثون ونهار جمعة واستراد المزيفة كثير كان نشاط كثير ظريف وحلو. كمان اللي ساوينا أنه كان في معنا متطوعين بالفريق، هن أشخاص رياضيين ومدربين رياضيين، حاولنا ندخل الرياضة بالحماية يعني والرياضة التوعية. إلى وقع خاص يعني عند الناس، يعني نحن عم نشوف بعض المقتطفات من الماراثون كان في تفاعل كثير كبير. تمام، هي الرياضة طبعا هي يعني لغة الجسد، لغة التفاعل مع العالم هي الرياضة، فلما نحن عم نمارس رياضة نحن اوريدي نحن عم نحمي حالنا من الأمراض. كيف كان العالم وقتها عم يشوفوكم بالطريق، قديش تفاعلوا معكم وقديش حبوا يشاركوكم كمان؟ يعني هلا اذا بدي اقول لك انا متذكر قد ما كنا معجبين كنا عم نشتغل، كان كثير تفاعل حلو. يعطيهم الف عافيه وزاره الصحه بكل كوادرها كانت معنا. كان التفاعل كثير 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 حلو من الشباب، واللي كنا متوقعينه واجا اكثر انه شباب نحن نتطوع معكم، تفرجي نحن نشتغل معكم، فكثير كان في اقبال من الشباب الجامعيين انه نحن بدنا ننضم للفريق. كان التفاعل كثير حلو، صح كنا معجوقين بس كان في يعني اسئله العالم وانه كانوا عم يشاركوا يشاركونا كثير فرق كثير، يعني انا اذا ما فيني اذكرهم لانه واتشكرهم لانه كثير هنن كثير كثار. بس التفاعل كان كثير ظريف، في عالم اجت انه نحن سمعنا فيكم وسمعنا بالحمله اللي عاملينها وهي شيء كثير مهم وكثير شجعونا وكثير كان الجو حلو، انبسطوا كثير يعني. طيب عمران وهبه، خلينا نحكي عن اهميه يمكن وقع العمل على الارض بالتنظيم مع الجهات والمؤسسات المعنيه، يمكن في كثير من الجمعيات لها دور كثير كبير على الارض مع بدايه الازمه، بس لما صار في تشبيك مع المؤسسات مع ترخيص من وزاره الشؤون الاجتماعيه صار يمكن العمل اجمل، صار العمل له مسؤوليه اكبر عليكم ونوعا ما تحدي لما انا جهه حكوميه تعترف فيني ويصير لي اسم معترف به على الارض غير العمل التطوعي كجمعيه، نوعا ما بيكون في مسؤوليه مضاعفه عليكم وفي دعم اكثر. صح. دعم حكومي، بما اني انا مسؤول اللوجستيك طبعا ما كان في تقصير ابدا من الجهات الحكوميه باي نشاط سويناه. مرخصين احنا 2016 بالتعاون مع مركز الاعمال السوري. المسؤوليه كبيره. مسؤولية كبيرة عم تكون والحمد لله، خصوصا لما يعني ترخص الجمعية وتقول أنا هدفي 1 2 3 تمام. عرفت، فعندك هدف لازم تحققه، فهون المسؤولية بتكون أكبر. يعني نحن عم نشتغل لأنه طبعا قطاع التطوع نحن عم نشتغل دعم المجتمع وعطائنا لا حدود له، هاي شعارنا أكيد. فلازم نكون قد هذا الشيء اللي عم نساويه والحمد لله يعني عم نقدر نلاقي جهودنا موجودة قدامنا. يعني هبه كمان مو بس عم بيكون لكم نشاطات عم تترك اثر على ارض الواقع، كمان عم بيكون في تدريبات، خبرينا اكثر عن هالتدريبات. هلا نحن دائما باي نشاط بدنا نسويه اكيد نحن دائما على طول عم نجتمع وعم نخطط وعم نجهز لشيء وعم نحضر لشيء، فاي نشاط بدنا نسويه
بنحط الترتيبات انه نحن شو بدنا نساوي، شو التدريبات اللي لازم ناخذها. يعني بدنا نروح مثلا مركز للصم والبكم، فاخذنا دوره بهذا الشيء. كيف تختاروا هالتدريبات؟ يعني في جهات مثلا بتساندكم بهالدورات؟ اكيد نحن بنتواصل مختصين بهيك مواضيع. اكيد نتواصل مع اشخاص مختصين وهن بيعلمونا الدورات. اذا في حدا من الفريق ممكن يساعد اكيد نحن بنساوي هذا الشيء، بندرب بعض يعني ما عندنا مشكله. كنتم من اختصاصه يمكن. تماما. بس اذا ما بنقدر فانه بنتواصل مع حدا مختص وبيساعدنا. وكل فعاليه لها تدريبات الخاصه فيها. اكيد. طيب خلينا نحكي التركيز على اي اساس بيكون ضمن اي معايير عن هي التدريبات. يعني لما اقول انه انا بدي ادرب مجموعه من الشباب ليخوضوا تجربه العمل التطوعي، شو هي الاسس او المعايير اللي بتتخذوها كجمعيه انه انا بدي ادربهم على واحد واثنين وثلاثه؟ التدريبات اللي عم نسويها هي لاعضاء الفريق. التدريبات اللي هي للاشخاص خارج الفريق لسه ما بلشنا فيها. نحن هلا عم نسوي تدريباتنا للفريق لما نحن يكون مثلا عندنا نشاط موضوع خلينا نقول توعيه مشان سرطان الثدي، عم يكون الشيء مشاركينا فيه اكيد اطباء واخصائيين نسائيه واشخاص ذوي خبره بالمجال الصحي بهذا الموضوع. لما نتوجه لموضوع ذوي الاعاقه كمان عم يكون معنا اطباء نفسيين وعالم هي بهذا المجال اكثر، فبيوعونا نحن لما بنفوت على مركز ايواء شو لازم نحكي، شو لازم نتصرف، الصم والبكم نحن كيف لازم نعمل اللغه الفريق لجميع الظروف. تماما. الاسعافات الاوليه ممكن تماما هاي هي الفكره. يعني كمان هبة انتم بتحاولوا دائما تسعوا انه تكونوا مع الشباب بنشاطات وبفعاليات، مو بس هيك كمان بتحاولوا يعني تعبوا وقت الفراغ بشيء مفيد. خبرينا عن هالمرحله كيف بتقوموا فيها وعن هالوقت. هلا نحن ما عندنا وقت فراغ، نحن دائما مشغولين، دائما عم نخطط لشيء، دائما عم نتدرب لشيء، عم نجهز لشيء. خصوصا هلا بعد بالفتره الماضيه كنا مشغولين بالماراثون لانه كثير اشتغلنا عليه، الحمله كانت على مستوى القطر وبالتعاون مع وزاره الصحة، فكثير كنا مشغولين فيها. هلا رجعنا هيك لمنا نشاطاتنا وعم نجهز لشيء، فبالوقت اللي هي بوقت الفراغ دائما نحن عم نجتمع بنشوف. يمكن استثمرتوا انتم كشباب وقت فراغكم بهي الجمعية طبعاً، يعني بالعمل التطوعي. يعني مجموعة من الشباب في عندها اوقات غير خارجي عن نطاق يمكن حياتها اليوميه استثمرتها من خلال هي الجمعيه، من خلال يمكن التدريبات طبعاً والنشاطات والفعاليات اللي عم تقوموا فيها. اعضاء الفريق طبعا كلهم هن اشخاص فاعلين بالمجتمع اللي هن طلاب جامعات او موظفين او اصحاب اعمال خاصه. الوقت اللي عم يكون هو فاضي لشغلنا ولأهلنا عم نفضيه للفريق، عم نركز على النشاطات اللي بتصير مثلا بشكل مستمر مثل التوعية لسرطان الثدي، يوم التوعية العالمي، الأعياد العالمية، المناسبات العالمية، دائما نحن عم نركزها وننقلها للمجتمع السوري اللي هي نوعا ما لسه ما كثير حافظينها أو ما متعودين عليها بالمجتمع تبعنا، فعم نحاول نوعي على هذا الموضوع. النشاطات اللي عم نحضر لها هلا قريبا اللي هو نفرح سوا اثنين، هي بمناسبه الاعياد مناسبه راس السنه، فعم ناخذ بابا نويل هدايا ونروح نعمل نشاطات للاطفال اللي هن صار لهم فتره ما حسوا ببهجه العيد، ما حسوا بالالعاب، ما حسوا حدا شاركهم وتفاعل معهم بفتره العيد. يعني عمران النشاطات اللي بتقوموا فيها هل بتكون مبنيه على اساس يعني بتعملوا خطه انتم بنشاطاتكم ام حسب المناسبه وشو في اعياد مناسبات بتقوموا بالنشاط على اساسه؟ طبعا الاعياد والمناسبات نحن اكيد ملتزمين فيها واهدافنا نحن ملتزمين فيهم اللي هي نعطي فائده ونعطي اثر ايجابي للمجتمع تبعنا، فهذا بنحاول نحن نشبك بيناتهم بين المناسبات والشيء اللي بيهدف لتطوع ولبناء المجتمع صح. طيب خلينا نحكي قلت سوا اثنين، سوا اثنين شو الاختلاف يمكن او نفرح سوا اثنين، شو الاختلاف عن العام الماضي لما نقول نفرح سوا واحد ونفرح سوا اثنين؟ يمكن في اهداف حققتوها السنه الماضيه، هي السنه كمان عم تحاولوا يمكن توصلوا لاكبر عدد، لاكبر عدد ممكن تماما. هذا هو الجواب. في كثير اطفال مثل ما قلت انتقلوا من محافظات لاخرى بسبب العمل الارهابي اللي عم يتعرض له، قديش فعليا هذا وقعه الانساني عليكم؟ يعني قديش بتحس حالك ضمن مسؤوليه كثير كبيره لما اقول انه انا بدي احاول اعوض هدول الاطفال من خلال نشاطات وفعاليات عم تقوموا فيها؟ طبعا لما نحن مثلا نسوي نشاط مع اي جهه حكوميه او مع اي مركز ايواء او اي شريك لنا بيرجع بيتواصل فينا بعد فتره انه نحن بدنا نعيد نفس النشاط، هي لحالها يعني نحن فخر لانه نحن انجزنا هذا الشيء، فرح يكون
الإعادة تبعها رح تكون أقوى، رح يكون الهدف تبعها أوسع، ورح نستهدف أكبر شريحة ممكنة. فمثلاً نحن السنة الماضية من مراكز الإيواء، من مراكز الإيواء تماماً كل مشروع في فئة مستهدفة، نحن مرة على مرة عم نحاول نستهدف أكبر عدد ممكن، عم نحاول ندخل شغلات جديدة. شو الشغلات الجديدة اللي رح تدخل هالسنة؟ الشغلات الجديدة رح تدخل هالسنة رح خليها لوقتها، ما رح أخبركم عنها هلا. غير بابا نويل والهدايا مثلاً. إيه لا. في شيء دعم نفسي رح يكون للأطفال؟ طبعاً أكيد دعم النفسي أكيد. إحنا دائماً في دعم نفسي عم يكون، رح يكون تخصصي أكثر الدعم النفسي، يعني إحنا بنحاول نستهدف الأطفال دعم نفسي خاص لإلهم، المرأة، الرجل، حاول فرص عمل نأمن لهم، نحاول إنه ندمجهم أكثر بالمجتمع، إنه يطلعوا من فكرة إنه إحنا قاعدين مراكز إيواء، لا لا هذا البلد إلنا ونحن نشارك فيه كلياتنا ومسؤوليتنا المجتمع. كتير يعني حلو يمكن تنمية نشاطات الأطفال بمراكز الإيواء، يعني عم تشوفوا يمكن في أطفال كتير منهم يكونوا عندهم مواهب أو عندهم شيء خاص ومميز، من خلال هاي النشاطات والفعاليات أنتوا عم تحاولوا يمكن تبرزوا مواهبهم أكثر في. تمام، هاي بتكون مقترحات لمشاريع لقدام، تنمية مواهب الأطفال، نركز على نشاطات هن بيجيدوها افضل من غيرهم، فهي بتكون اقتراحات لمشاريع لقدام بنحطها بالخطه تبعنا وبنركز عليها اكيد. هلا نحن بكل نشاط بنشوف شو هي الشغلات اللي ممكن نضيفها لبعدين وعلى اساسها بنشتغل، يعني يعني هبه اليوم مثل ما عم نقول انه الفرق التطوعيه عم تحقق يعني نتيجه فعاله على ارض الواقع وشيء ملموس بالفعل اللي عم يكون اليوم. انت كصبيه وبنت يمكن لك اشغالك ولك دراستك، اليوم وقت تشاركي بعمل تطوعي قديش على قد ما عم تعطي انت عم يعني عم تاخدي من هالعمل وعم يرجع لك بالخير كمان. اكيد اكيد، مو بس خير، في خبره كمان كثير. الخير هو دائما غايتنا، يعني نعطي لناخذ. ف يعني انا 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 دائما بدعي كل رفقاتي وكل الشباب اللي عندهم وقت انهم يتطوعوا، لانه يمكن الشيء اللي بحسوه ما بيلاقوه بمكان ثاني. يعني اكيد يمكن بنتمنى لكم التوفيق. فريق عطاء، كلمه بتحبوا توجهوها يمكن لجميع الشباب اللي عم يشاهدنا وحابب فعلا يعمل شيء ينضم لجمعيه او يشارك بالعمل التطوعي؟ نحن الاستماره تبعنا صارت جاهزه، خلال فتره قصيره رح تكون مطروحه على وسائل التواصل الاجتماعي. الشباب اللي حابين يشاركوا معنا بالفريق رح اكيد يلاقوها بسهوله، وناطرينه يعطيهم الف عافيه. والشيء مثل ما حكيته هبه انه نحن العمل التطوعي الشعور اللي بيعطينا اياه والتحفيز الداخلي ما بلاقي بغير اعمال ولا بغير نشاطات. التطوع هو شيء كثير حلو بالمجتمع. اكيد تحيتنا لكل اعضاء الفريق وبنتمنى لكم التوفيق ودائما تلمسوا نتائج عملكم ويعود عليكم بالخير يا رب. شكرا كثير لوجودكم معنا اليوم. شكرا لكم، نشكركم، نتمنى التوفيق لكم فريق عطاء التطوعي. شكرا كثير لكم. شكرا لك. سلامات. اما هلا مشاهدينا بننتقل لاخبارنا الثقافيه، والبدايه لليوم عن الامسيه الغنائيه اللي أحياها كورال المحبة بعنوان عجبين الليل بمناسبة أعياد تشرين وانتصارات الجيش العربي السوري. أجواء من الأمسية رصدتها كاميرا الإخبارية السورية برفقة زميلتنا هيام ليس. الحقيقة بالرغم ما يجري بسوريا من أحداث اللي صاروا هلأ ست سنين سبع سنين ومن مآسي عنا، ما توقفت عنا اللقاءات مع بعضنا البعض، وخاصة اليوم في عنا جوقة أغابي اللي هي تابعة للبطركية عنا،
اللي عم تجول هي وغيرها من محل لمحل حتى تبرهن انه نحن رغم كل شيء صار عنا نحن عائلة وحدة ونحن ما الحياة بتضل مستمرة وما توقفنا ابدا ابدا ولا دقيقة عن هاللقاءات مع بعضنا البعض. اليوم من ضيعة جديدة عرطوز مجتمعين كلنا سوا بأمسية موسيقية لنورجي انه نحن بالكنيسة نهتم بالإنسان كامل، بالإنسان جسدا وروحا، والموسيقى هي غذاء الروح. عم نورجي مواهب شبابنا، عم نورجي انه نحن قادرين بظل أزمة عبرت وبظل انتصارات حاضرة انتصاراتنا بسوريا. تواجدنا هون بيهدف على ان نحن لحمة واحدة بسدوة واحدة، ونحن جميع هون اخوة، ما في بيناتنا الا كل المحبة والاخلاص، وما حدا بيفرق بيننا ابدا، لا غريب ولا قريب، لا من هون ولا غير هون، والحمد لله نحن بألف نعمة وموجودين هون. هلا امسيتنا اليوم امسية رحبانية للموسيقار وديع الصافي وملحن بركات والسيدة فيروز. طبعا الأمسية بتهدف لنشر الفن الأصيل، بتهدف لنشر الفرح بين الناس، الكورال المحبة الأجابي من دمشق لريف دمشق للمحافظات، عم يحاول ينشر هالرسالة الفرح، رسالة الفن الأصيل اللي عم يندثر شوي شوي، عم نحاول نرجع نحيه من خلال أمسياتنا. ومن دمشق رح ننتقل لحمص، حيث شهد مسرح دار الثقافة افتتاح الفيلم الروائي السوري طريق النحل للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد بحضور جماهيري واسع. تفاصيل أكثر بتقرير مراسلنا أسامة ديوب. افتتح العرض الأول لفيلم طريق النحل في مدينة حمص من إخراج عبد اللطيف عبد الحميد وبطولة بيير داغر وجيان عنيد ويامن الحجلي، وذلك بحضور رسمي وشعبي كبير. الفيلم حمل الكثير من الرسائل عبر حكاية حب في زمن الحرب، ينتصر فيها الحب ما بين الواقعية واللمسات الكوميدية التي أضافها أداء الممثلين بأسلوب إخراجي مميز لاقى إعجاب الجمهور على مدى ساعتين. لا بديل عن بلدك وعن وطنك اللي نشأت فيه مهما كانت وكيف هي ظروف خليتك ترجع، بس لكن لما بيكون في عندك خير انك تبقى فوطنك هو اللي ابدا. انا حبيت شارك هون وخاصه حمص، يعني هي بالاخص محافظه دائيه يعني غير كل المحافظات، حبيت شاركهم هيك الفرحه، يعني هول لحظات الفرحه وكون معهم، لان صدقا بحاجه يعني لهيك لحظات، وان شاء الله اللحظات تطول. بتمنى الجهد او الرساله اللي نحن كنا عم نفكر فيها تكون وصلت للعالم. أكثر شيء كنا متفقين عليه أنه هلأ العالم تعبت من كتر ما شفنا حرب ودمار وخراب، فكنا كلياتنا حابين هيك نأدي هذا الفيلم بعيداً عن كل السوداوية، رحنا لجانب المشاعر، جانب الإحساس، مشان هيك نخلي العالم تكون هيك تحضر وهيك بلكي تكون بنفسية جديدة أو بروح جديدة. طريق النحل هو طريق الحب، طريق الحياة. هذا الفيلم كان مرآة عكس لنا طبيعة النفس السورية اللي تهوى الحب ضمن بيئة راقية رغم كل الأحداث الصعبة. الفيلم كان كتير حلو، أهم شيء كانت الفكرة اللي فيه إنه قد ما صار في عنا صراعات بسوريا في شيء لازم ينتصر، هو الحب اللي بين أهلها، كيف لازم تلحق قلبك دائما، كيف لازم تحقق الشيء اللي بدك اياه، الهدف اللي بدك اياه بالحياه. من جديد تتالق السينما السوريه بالرغم من جميع الظروف متحديه نفسها عبر تمازج الخبره والمواهب الشابه لتصنع من رحم المعاناه ابداعا يعبر عن حضاره وثقافه السوريين.
وبننتقل هلأ للكويت وتحت رعاية سفارة الجمهورية العربية السورية أقامت بصمة شباب سوريا أمسية شعرية بعنوان أدب الشهادة، وتخلل الأمسية الشعرية تأبين للشهيد اللواء شرف عصام زهر الدين، وعرض فيلم وثائقي عن الشهيد وسلسلة من القصائد الشعرية ألقاها الشاعر غسان عنجريني والشاعرة هند المصري عن الشهادة وقيمها في حياتنا. وإلى مصر، حيث اختارت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الممثلة يسرى رئيس شرف الدورة 39 التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري. وأيضا قال المركز الصحفي للمهرجان إن اختيار يسرى جاء لما تتميز به من مكانة رفيعة بين نجوم السينما المصرية وما تحمله من رصيد وافر من أدوار رائعة تحولت إلى علامات فنية. وتقام الدورة 39 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة ما بين 21 و30 تشرين الثاني، ويترأس الممثل حسين فهمي لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان والتي من المقرر الكشف عن باقي أعضائها خلال الأيام القليلة القادمة. ختام جولتنا الثقافية لليوم أريج من روسيا، فقد افتتحت وكالة تاس الروسية للأنباء معرض مجاني وسط العاصمة موسكو، وتخلل المعرض أو يتيح المعرض لجميع الراغبين مشاهدة صور رسمية من أرشيف الوكالة، ويعتبر المعرض مشروعا ثقافيا يجسد تاريخ روسيا في القرن العشرين ويستمر من 1 حتى 24 من تشرين الثاني الجاري. لهون بتكون جولتنا الثقافية وصلت لنهايتها، فاصل قصير وبنرجع نكفي باقي فقرات صباحنا غير. محطتنا التالية لليوم من عالم الأدب والشعر، وتحديدا مع الشاعر الذي كتب القصة القصيرة والشعر وقصص الأطفال وحاز في عام 2010 عن جائزة من وزارة الثقافة عن قصص الأطفال، الشاعر محمد منذر زري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. يعني الكلمة هي أساس الأدب، مثل ما بيقولوا في البدء كانت الكلمة، اليوم قديش الكلمة إلى دور كتير كبير؟ دائما كانت وما زالت الكلمة هي أهم ما أوجد الله، لأننا جميعا كلمات الله، كل شيء في الكون هو كلمة، والتأثير الأكبر سواء كان إيجابي أو سلبي على أي إنسان أو أي ظرف تاريخي يكون عبر الكلمات. الكلمات تصنعنا ونحن نصنع الكلمات. بالأمس كان في انتصار كبير للجيش العربي السوري، انتصار دير الزور. خلينا نحكي كلمة بتحب توجهها بهيدا الانتصار، أو كلمة أو شعر للوطن. الحقيقة يلي صار كان تتالي لمجموعة انتصارات تجعلنا نتفائل. بدأت بحلب من المفارقات الجميلة قبل سنة من الآن، كان في معرض للفن التشكيلي بدمشق اسمه من قصدنا، أعقبه انتصار حلب. وقبل شهر تقريبا شهدت دمشق في صالة لؤي كيالي بالرواق العربي معرض بعنوان دير الزور تنتصر، وبالفعل انتصرت دير الزور. فالخير لعل الفن والشعر كانوا سباقين في التفاؤل دائما، وأملنا القادم أن يكون انتصارنا في الرقة وفي إدلب إن شاء الله، وأن تعود كل سوريا بما فيها لواء اسكندرون والجولان إلى حضن دمشق عاصمتنا. مجموعة أبيات كتبتها أمس فيها نوع من الألم بقدر ما فيها من التفاؤل. الألم نبع من تصريح لمسؤول أعرابي وصف ما حدث بالمهاوشات، هذا يؤلمنا كسوريين لكنه يوحدنا جميعا، يوحد كل شرفاء سوريا على اختلاف مواقفهم السياسية عندما يرون كيف ينظر الغريب الذي أوقد الفتنة إلى ما حدث في سوريا. في هذه الأبيات شيء من الغضب وشيء من الأمل والفخر والفرح. أحلامكم وهم الكرى وسراب تتهاوشون جراؤكم وذئاب، هذه الشآم ولن تكون طريدة
يأس الردى وتكسرت أنصاب وتمزقت أحلافكم في مهدها عدم يلف عقولكم ويباب هل تنقمون سوى الحضارة والعلا من سادة لهم الوجود كتاب هذه البلاد هي الحروف وعينها في الشمس قد رسمت لها الأهداب هذه هي الليمون حين تعطرت وكماتها كالسنديان شباب كم من شهيد في شفاه ورودها قد رتلته الطير والأسراب فكأنه بوح الخزام وزهره وشقائق والآل والأصحاب حلب كدير الزور ترقب رقة بفراتها لن يهنأ الأغراب والجنة الخضراء إدلب أرضنا ستعود أقسم واللواء يجاب ما ينقم الأعراب منا غير ما عرفوه من شم النفوس فهاب إن من الزيتون زيت شموعنا وزيوتهم نفط الخنا ينساب سنعيد للتاريخ لون شآمنا كي تزهر الأوراق والأطياب فالحرف سوري ولحن قصائدي والسيف شامي الوغى والثاب والبحر يجري والجبال مواطني والسهل سهلي والهضاب هضاب والجسر جسري إن تعلق عاليا وجرار روحي في الفرات عذاب يا أيها السوري إنك سيد لا فرقتك سياسة وشعاب عد حيث كنت إلى بلادك وابنها هذه البلاد يحبها الوهاب سنظل رغم الكل شعبا واحدا وجميعنا الأهلون والأحباب تسلم هالكلمات يعني اليوم قديش بالفعل الكلمة هي بتشحن المشاعر وبتعطينا قوة وأمل وأيضا خاصة وقت تكون في فرحة انتصار قديش بيطلع الكلام بسرعة أكبر يمكن معك والله بصراحة يمكن الفرح والحزن بيتفاعلوا بشكل كبير بنفس الشاعر بنفس كل إنسان الحزن يعطيه شفافية والفرح يعطيه نوع من الصخب الجميل كلاهما يعتملان في صدورنا جميعا لا فرح حقيقي قبل أن تعود سوريا كل سوريا ويعود السوريون كل السوريين هذا الفرح الحقيقي اليوم لا يزال فرحنا مشوبا بالحزن لكن حزننا نبيل وفرحنا نبيل بس فعليا قديش بتحس يمكن الكلمة اليوم إلى أثر على الأرض وقديش فعليا قادرة توثق حكاية الانتصار أكيد هي توثق كل ما يمر بنا من فرح من انتصار من حزن من ألم هي توثق دمعة أم الشهيد هي توثق صرخة الطفل هي توثق آلام المعذبين هي توثق أنين الفقير هي توثق فرح الطفل الصغير هي توثق فرحة الوردة والزهرة وقطرة المطر الكلمة هي كل شيء كمان حابين نسمع من حضرتك مقطع شعري محضرنا اياه تمام من مجموعتي الشعرية بوح عاشق وحبق أقول لا تقرأي كتب النجوم حبيبتي ما في النجوم حقائق الأخبار من أول الأحلام تاه عندما أخبرتهم عن طائف الأسحار ما تلك بالأحلام يا معشوقتي أو بالخيال الجامح المسفار بل هذه روحي التي حادثتها في الليل والأحلام والأقمار طافت عليك فصرت أحلى وردة تغفو على مهد من الأشعار وقصائدي منها وسائدك التي وشحتها بالعطر والأزهار وقميصك الوردي ربطة شعرك الزرقاء عقد جمانك المياري إني أنا صوت العصافير التي وقفت على الشباك والأطيار إني نسيم الليل أحمل مهجتي بوح الزنابق رعشة الأشجار وألم صوت الناي من كل الدنا إني إليك
بقصة القيثار وأنا الصباح وقهوة البن التي ذابت على شفتيك كالأسرار. لا تقرأ الفنجان يا محبوبتي هذه الرسوم ونقشها أشعاري. ربما هذا الغزل رد على كل الذين لا يريدون لنا الحياة. قبل سنوات في كما يقولون في عز الأزمة السورية في عام 2012 كنت أكتب على صفحتي على الفيسبوك الكثير من الشعر الرقيق والكلام العذب، وكانت لي صديقة تقيم في باريس أنكرت علي ذلك، فقلت لها لتظلي في منفاك الاختياري الباريسي يا صديقتي تندبين، وأما نحن فنحب الحياة وسنقول الشعر ونغازل نساءنا وننجب الأطفال. يمكن هاي هي أريج هذا اللي بيميز الشعب السوري، الإرادة والتصميم والتحدي رغم كل الظروف اللي عم نعيشها وحالة الحرب الموجودة، إلا أنه جميع النشاطات والفعاليات الثقافية والفنية مستمرة بالبلد. خلينا نحكي عن المجموعة الأولى لحضرتك، نشرتها، كيف كان واقع على الناس؟ الحقيقة كانت تجربة جمعت بين الرسم والشعر، كانت على خلفية معرض فن تشكيلي شهدته صالة ألف نون بدمشق لصديقي بديع جحجاح، وشارك فيها العشرات من الفنانين السوريين من جميع أنحاء سوريا. ضمن هذه الفعالية نشرت هذه المجموعة الشعرية، وسأنشر إن شاء الله في شهر شباط القادم مجموعة شعرية مرافقة كذلك لنشاط فني تشكيلي سوري باسم أيقونة حرب أيقونة حب، لعلها تودع الحرب وتعلن بداية زمن الحب، الحب وحده. إن شاء الله كمان للأطفال اللي نحصة عند حضرتك كمان في عدة جوائز يعني حصلت عليها بهذا المجال، خبرنا عن أهم الجوائز. الحقيقة من أهم الجوائز اللي بفتخر فيها جائزة وزارة الثقافة السورية عام 2010، الجائزة الأولى لأدباء الأطفال، حاصل على عديد من الجوائز العربية والعالمية. بس عن أي قصة أخذتها بال 2010؟ كانت القصة بعنوان عصفور التين، كانت لها علاقة بالبيئة، أرعتها إحدى المنظمات البريطانية بالتعاون مع وزارة الثقافة السورية. حصلت قبلها في عمر الشباب، كنت في عمر 17 على الجائزة الثالثة للقصة من الجمهورية الإسلامية في إيران عن طريق سفارتها بدمشق، في مسابقة شارك فيها العديد من القصاصين من مختلف دول العالم، وجوائز أخرى، ونشرت في العديد من الصحف العربية كالعربي الصغير الكويتية وغيرها بالنسبة لمجال قصة الطفل. عالم الطفل جميل جدا، عالم رائع فيه الكثير من الغنى من الثراء، نحن جميعا نتعلم من الأطفال، الأطفال يمثلون المرحلة الأجمل والأرقى في حياتي. يعني متى تكتب للطفل قديش بتستحضر حالة مختلفة كليا عن أي كتابات أخرى، ويمكن في أكيد لمسة جمالية وبيرجع الشخص يمكن للطفولة حتى. صحيح، الطفل الذي في داخلنا لا يغادرنا أبدا، نقضي أجمل الأوقات عندما يعود. لعل هذا الشعور تشعرين به عندما ترين إحدى صديقات طفولتك تعيدك إلى أجمل لحظاتك، أجمل ما فيك. أنا أستحضر هذا الشعور دائما. اللون، الألوان التي يهواها الأطفال أهواها، الكلمات التي يهواها الأطفال، الكلمات البسيطة هي المعجزة الحقيقية أهواها. لذلك حتى عندما اخترت لمجموعة قصصي الجديدة التي ستصدر قريبا إن شاء الله، فنانة تشاركني هذه المجموعة، اخترت سيدة سناء قولي لأنها قريبة جدا من عالم الطفل، أشعر في داخلها طفلة تشابه الطفل الذي في داخلي. بس قديش فعلا أنت كأديب بلشت بعمر صغير بال 17 سنة ونقول عم تخاطب الأطفال، قديش فيها صعوبة لما تختار المفردة الصحيحة لتخاطب الطفل، لأنه بدك تحاول تكون أو تستوعب خياله أو فكره بعيدا عن عالم الأدب للكبار، قديش فيها فعلا مسؤولية وتحدي لإلك، لأنه صحيح إلى واقع خاص، إلى مفردات خاصة، إلى خيال خاص الطفل.
صحيح. عالم خاص بحد ذاته. هذا العالم على قدر ما هو بسيط على قدر ما هو غني وصعب. الصعوبة من الصعوبة بمكان أن تخاطبي الطفل لأنه ذكي جدا، ليس لأنه أقل، لأنه أكبر. هذا شعوري الحقيقي تجاه الأطفال. الأطفال أذكى مما نتوقع، ربما هم أذكى منا، لذلك علينا أن نتعامل معهم بشفافية. وقلائل أن نلاقي ناس تدخل إلى أدب الأطفال لأنه الأصعب. رحم الله الكبير سليمان عيسى، لعله أقدر من دخل هذا العالم باقتدار كبير. هذا العالم أبوابه على قدر ما هي موصدة، على قدر ما هي مفتوحة. مفتوحة ببساطتها، شيء يشبه كلمات الرحابنة في أغاني فيروز، السهل الممتنع، فعلا هو السهل الممتنع. نعم. كمان مثل ما عم نعيش حاليا، يعني كل شيء عم نقدر ننشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة حضرتك بتدير مجموعة سوريا تشكيلية على الفيسبوك، خبرنا أكثر عن هالمجموعة. قبل أن أبدأ بالكلام عن هذه المجموعة، أتقدم بالعزاء الكبير لأسرة ومحبي وتلاميذ علامتنا الكبير الفنان الدكتور عفيف البهنسي رحمه الله. الذي كان قامة سورية عظيمة جدا، الذي ترك أكثر من 70 كتابا باللغة العربية، بالإضافة إلى عشرات الأبحاث والكتب باللغات المختلفة، الذي أرخى للأوابد والفن في سوريا والدول العربية والإسلامية باقتدار قل نظيره. هذه القامة العظيمة من الصعب أن تعوض. صحيح. نسأل الله له الرحمة والخلود. بالنسبة لسوريا التشكيلية، هي مجموعة على الفيسبوك أسسها صديقي الفنان سموقان. بالمناسبة أحييه، فسموقان عرض في باريس في الشهر الماضي، وكان هو الفنان السوري الأول الذي يعرض مرتين في مكان قريب جدا من متحف اللوفر، وهو الآن يعد مجموعة كبيرة من اللوحات لأحد أكبر فنادق بلجيكا. نتمنى له التوفيق. نتمنى له التوفيق ولكل فنانينا الرائعين. مجموعة سوريا التشكيلية هذه تضم آلاف من الفنانين ومحبي الفن التشكيلي السوري، غايتها تعريف الناس إلى الفنانين السوريين وإلى الفن السوري بمذاهبه المختلفة وبأجياله المختلفة. نحن نتابع أعمال الشباب، الفنانين الكبار، الفنانين الراحلين، إلى رواد الفن السوري الذين أسسوا للفن وجسدوا أجمل ما نراه من لوحات وأعمال فنية ونحتية في سوريا. المجموعة فرضت الكثير من الحضور في هذا العالم الافتراضي، وكان من نتائجها حركة تشكيلية جميلة ومتابعة حثيثة لكل ما يجري. أسست لثقافة الاقتناء، والتي كانت غائبة نوعا ما عن الساحة الثقافية السورية، يمكن غائب تسليط الضوء عليها، فينا نقول. صحيح. الاقتناء شيء، ثقافة الاقتناء شيء هام جدا، لأنه يجسد بين المحب أو المقتني للعمل الفني وبين مبدعه. أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تتابع وحدات من الجيش العربي السوري تمشيط الأحياء في مدينة دير الزور وإزالة المفخخات التي خلفها إرهابي داعش، ورصدت الإخبارية الواقع وآثار إجرام داعش الإرهابي، وعثرت وحدات الجيش على مصنع للعبوات الناسفة والقنابل تابع للتنظيم الإرهابي داخل أحد المباني السكنية في وسط المدينة. ارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرات جراء تفجير إرهابي
لتنظيم داعش سيارة مفخخة يقودها انتحاري في تجمع للوافدين في المنطقة الممتدة بين حقلي الجفرة والكونيكو بريف دير الزور الشمالي. وقالت مصادر محلية إن من بين ضحايا التفجير الإرهابي أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، مبينا أن الانتحاري توجه بالسيارة المفخخة نحو أكبر تجمع للوافدين في المنطقة وفجرها بينهم، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. أكد الوزير المفوض في السفارة الروسية بدمشق إلبروس كوتراشيف أن وجود الجالية الروسية في سوريا يعد عنصرا هاما في تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين، والتي وصلت فعلا إلى التميز في جميع المجالات. وبين كوتراشيف خلال مؤتمر أقامته السفارة للمواطنين الروس المقيمين في سوريا بمناسبة عيد الوحدة الوطنية الروسية أن أهمية المؤتمر تكمن في كونه يعطي صورة واضحة بأن الجالية الروسية في سوريا ما تزال قائمة رغم كل التحديات التي تعيشها سوريا، وأن لديها أفاقا لمواصلة وجودها والنشاط في كل المجالات. وفي الخبر الأخير، أكد الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون أن التهديدات التي يتعرض لها لبنان لا سيما الصادرة عن كيان الاحتلال الإسرائيلي تحتم وقوف اللبنانيين صفا واحدا في مواجهتها، فيما أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان. وقال باسيل إن لبنان سيتخطى قضية استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة كما تخطى سواها بالقوة والوحدة، لافتا إلى أن كل اللبنانيين فوجئوا بما حدث من دون استثناء، مضيفا أنه لم يكن على علم بما جرى. وقال باسيل: لكن كان لدينا شعور وإحساس أنه كلما انحسر تنظيم داعش الإرهابي يصبح هناك سعي لخلق توازن، مضيفا أنه لا مكان في لبنان للإحباط في نفوس اللبنانيين، مشيرا إلى أن الأخطاء التي حصلت في لبنان سابقا لن تتكرر. ختام الموجز، إلى اللقاء. ببيتك يمكن عندك هواية الاقتناء، حولت البيت لا يمكن متحف صغير. صحيح. قديش عمر هيدا المتحف؟ قديش فعليا بتاخد وقت من حضرتك لما تقتني أدب أو فن تشكيلي معين؟ الحقيقة هذا الموضوع عمره الآن زاد عن 20 عام. بداية علاقتي مع الفن التشكيلي تتجاوز 30 عاما، لعلها تعود إلى نشأتي في حي القيمرية، الحي الدمشقي الذي ينبسط شرق الجامع الأموي ويمر بأجمل الكنائس والبيوت والأسواق. هو حي ملهم يمكن لكل الفنون. صحيح، هو حي ملهم. في هذا الحي كنت أرى الفنانين سوريين أو أجانب يحملون مراسمهم ويرسمون دمشق القديمة. في هذا الحي رأيت أجمل لوحات ضمن بيوتنا الدمشقية العتيقة. رأيت خالي الذي كان يكتب بالخط العربي أجمل اللوحات، ومن خلال هذه الطفولة زرت مع أبي صديق عمره الفنان ناجي عبيد، أطال الله عمره. بالمناسبة الفنان ناجي سيتم 100 عام بعد أشهر قليلة، وهو من دير الزور ومقيم بدمشق منذ أكثر من 60 عاما. كنت أذهب إلى مرسمه في الكية السليمانية وأعشق هذه الحالة، أعشق حالة الألوان والخطوط والإبداع. بعد ذلك بسنوات، من خلال علاقتي مع صديقي وأستاذي نجات قصاب حسن رحمه الله، بدأت في الاقتناء كاقتناء. قبل ذلك كان الموضوع هوى، تحول إلى اقتناء. بدأ ذلك بنصيحة منه، قال لي: إن من يقتني كتابا يساهم في خلق الثقافة، ومن يقتني لوحة يساهم في خلق الفن. نصحني بأن أدخر كل ما يفيض عن حاجتي في لوحة فنية. من الممكن أن تدخري في قطعة ذهبية لن يزيد ثمنها يوما عن
عما تساويه من ذهب، وأما القطع الفنية التي يمكن أن تقدم فيها القليل القليل يمكن أن تصبح قيمتها المعنوية لا نهائية وقيمتها صحيح. المادية أضعاف مضاعفة. بدأت هذه الهواية وبدأت المجموعة تكبر شيئا فشيئا. أفتخر بأن الكثير من الفنانين الرائعين صارت لدي مجموعة مهمة جدا من أعمالهم. يمكن هذا كمان هالاقتناء هذا شكل إلهام كمان لمجموعتك وأيضا للكلمة اللي عم تخرج من منظر جميل ومقتنيات جميلة داخل المنزل. نحن نتمنى لك كل التوفيق وأيضا نحن ناطرين كل شيء جديد بتقدمه. شكرا كثير. شكرا لك الشاعر شكرا. محمد منذر زريء على وجودك معنا، نتمنى لك التوفيق. شكرا كثير لك. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الأخيرة. فقرتنا الأخيرة نور مع الإبداع الموسيقي يلي بيجسده الحضور السوري لما بتجتمع عناصر معادلته على خشبة مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون بدمشق بتوليفة ضمت ثنائي صوت الشرق المكون من المطربة سمر بلبل والملحن الدكتور عصام شريفي والمايسترو نزيه أسعد مدرس بالمعهد العالي للموسيقى بدمشق لمواد الموسيقى العربية والشرقية ومدرب لكورال الفرقة الوطنية للموسيقى العربية المايسترو نزيه أسعد. هالحفل وأيضا كيف كان صدى؟ أهلا وسهلا فيك مايسترو، يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. وسهلا. خلينا نحكي عن هي الأمسية المنوعة اللي احتضن هذا الصرح الحضاري مع ثنائي صوت الشرق، يمكن كان إلى خصوصية وتفاعل خاص مع الجمهور. هو الحقيقة نحن تواقين لهذا النوع من الأمسيات، يعني الأمسيات الشرقية البحتة اللي هي بتطرح الموسيقى العربية الشرقية بأصولها بتفرعاتها بقيمتها الفنية العالية اللي هي على مستوى العالم دون تحديث أو تطوير العالم. يعني بتحسها إلى يعني إلى حد ما ممكن بعض الجمل الموسيقية تتطلب أوقات نوع من التحديث أو نوع من الهارمونية أو التناغم الصوتي بالنسبة للآلات الموسيقية، لكن في محافظة على الأصالة، محافظة على هاي الروح العفوية القديمة اللي منحسها من أغاني الشرقية البحتة فينا نقول. نعم، فهي صراحة كانت بتتميز بهذا النوع من الأنماط الموسيقية، وبالذات الألحان اللي كاتبها الدكتور عصام هي ألحان صراحة عم تطرح مجموعة مقامات موسيقية أو حالات في الموسيقى الشرقية نحن هالأيام نفتقدها. يعني موضوع الأغنية الجادة، الأغنية المتنوعة المزخرفة بألحانها وبإيقاعاتها وبألوانها الصوتية، وأجت طبعا لبستها الست سمر بصوتها القوي الصلب والقادر على أداء تلك الأغاني. نحن نوجه تحية أكيد للدكتور عصام والفنانة سمر، ونحن رح نستحضر مع بعض مشاهد من الحفل يلي وثقتها كاميرا برنامجنا برفقة زميلتنا نيرمين عمار.
أمسية رائعة وأخذت صدى، وأيضا الجمهور كان كتير مستمتع بها الأغاني، يعني أغاني وطنية وأغاني فيها عاطفة ومشاعر رقيقة قدمتها الفنانة سمر بصوتها الحنون، وأيضا يعني الملحن الدكتور عصام كان له دور كتير كبير. هالثنائي قديش بالفعل عم يحققوا يعني إذا فينا نقول خطوة جديدة هي ببصمة الماضي اليوم. صحيح. هلا مثل ما عم أقول، لما تطرح هذه النوعيات من الموسيقى والحفلات بتوعي الجيل الحاضر، بتوعي نمط التذوق الصحيح. احنا ممكن نسمع أنواع عديدة من الموسيقى المعاصرة والجميلة واللي تلفت النظر، لكن وقت نرجع للمدرسة الأصيلة للموسيقى العربية بطرح هيك إلحان وهيك أداء صوتي، صدقيني الشباب الصغار أو اليافعين ممكن يستقبلوا هاي الحالة. وأنا في مثال واضح ميدانيا كان على المسرح، أنه في شباب من طلاب جامعة وحتى أقل بالإعدادي والثانوي، أنا بعرفهم شخصيا، أجوا حضروا الحفلة وقلت لهم مليتوا شيء؟ أم قالوا لا، نحن فعلا أخذنا شيء جديد. هذا الجيل بحاجة لهذه التوعية وهذا التذوق الحقيقي. فأنا اللي بقوله أنه ردة فعل الناس كمان تجاه هذا الموضوع راح تكون أكيد عفوية، مثل طريقة طرح الألحان، اللحن العفوي دائما واللحن اللي طالع بصدق من عاطفة حقيقية بيوصل بشكل سلس ومباشر لأي عمر من الأعمار وأي صنف من أصناف الناس المتذوقة للموسيقى. وهذا اللي كنا عم نحكي معك مايسترو تحت الهواء، فعليا قديش مهم اليوم انعاش الجيل الجديد، انعاش جديد للموسيقى العربية الأصيلة. عم نسمع صوت الفنانة سمر مع أداء للدكتور عصام، كأنك قاعد بمسرح الستينيات والسبعينيات، حالك جمالية كتير حلوة. عم نحكي عنا ومن دمشق رح تنتقلوا فورا لفرنسا، لما نقول موسيقى عربية أصيلة وفرنسا كمان، هي حالة تناغمية كتير جميلة. هني أكيد طبعا الدكتور عصام والسيدة سمر أكيد بفرنسا، هني ما عم يتوقفوا عن العمل، هني عم ينشروا هاي الرسالة. وهذا الشيء هي مهمة وطنية بامتياز، يعني وقت اللي عم ننشر موسيقانا ونطرحها بأوروبا أو بأي مكان في العالم، معناتها نحن عم نحول الموسيقى العربية إلى موسيقى عالمية، وهذا الشيء اللي لازم يصير بيوم من الأيام. نحن بنسمع أنه بيقولوا مصطلح الموسيقى العالمية هي سيمفوني أو موسيقى مهرمنة وأوركسترا كبيرة، لكن الموسيقى العالمية قد تكون موسيقى شرقية وعربية. ألا يحق للموسيقى العربية؟ هي نقطة مهمة، لأنه إحنا نستقطب الغرب، بس بدنا ننشر الموسيقى العربية على مستوى العالم. يعني بكرة أنتم مسافرين على فرنسا. هلا أنا مو مسافر، أنا مسافرين لحالي. دكتور عصام والفنانة سمر مسافرين على فرنسا. كتير حلو أو كتير مهم هيدا الشيء اليوم. نعم، هلا هن صراحة وقت تحملوا أعباء السفر وأجوا لهون هذا يكفي، أجوا لبلدهم وهن بيحبوا هي خاصة مو المرة الأولى يعني اللي عم يقوموا بهيك حفل، كمان السنة الماضية كان لهم حفل بدار الأساتذة الثقافي وحتى من التاريخ السابق. يعني أنا يعني هي سمر زميلة المعهد العالي للموسيقى، هي درست بدايتها بالمعهد العالي للموسيقى وكانت إلى حضور وإلى حتى تغني سوليات مع الفرقة الشرقية من زمان، يعني ما راح أقول من كم سنة بس من زمان. المهم تمت مواظبة على هذه الوتيرة، وحتى وقت سافروا لفرنسا حسب ما عرفت يعني أنه تمت متابعة كمان كان في إلهم ودربت حتى وظفت حالة الغناء الأوبيرالي بالموسيقى الشرقية. إذا لاحظتوا في يعني إحدى مثل قلبي دليلي غنتها بأسلوب واضح في جملة موسيقية لا تعتمد على قواعد الموسيقى الشرقية، هي حالة غناء أوبيرالي هي الأخرى. شرقية عم تحاول تقول بلغة عالمية، ولحتى أكيد توصل هالرسالة لأكبر عدد من الجمهور. صحيح. إن كان عربي متواجد بالخارج أو حتى من الغرب. حلوة حالة المزج الجميلة وحالة الاستفادة من الأداء الكلاسيكي بتوظيفه بالموسيقى العربية بمكان المناسب، هي حالة كتير إيجابية ومنيحة ومهمة. ولا يستطيع يعني مو كل مغني أو مغنية يستطيع أن يعني صحيح. يصل إلى مرحلة التماهي ما بين الحالتين، حالة الموسيقى الشرقية والموسيقى الكلاسيكية. كلمة أخيرة بتحب توجهها مايسترو بختام لقائنا لليوم لكل اللي عم يبذل مجهود كتير كبير لنشر الموسيقى العربية السورية الأصيلة في سوريا والخارج ضمن ظروف صعبة استثنائية عم نعيشها؟ دائما بقول هي الرسالة الراقية والعليا برسالاتنا الثقافية. لما بالغرب بيصفقوا أو بيستمتعوا بموسيقانا العربية ضمن آلات بسيطة اللي هي آلة عود، قد تكون عود وناي وقانون وإيقاع، ما لها هي أوركسترا كبيرة ومطرب مغني بارع،
هي لحالها وقت اللي بتحمل هذه الموسيقى بترفع لها المستوى تكفي عن أوركسترا كاملة. فأنا بقول خاصة هي بإمضاء كمان حضرتك مايسترو يعني كمان بإمضاء عفواً بإمضاء طبعاً. هلا هي الفكرة إنه فكرة موسيقى شرقية حتى لو كانت آلات قليلة العدد مو أوركسترا عم يقودها مايسترو توصل الرسالة. هلا هن عود ومغني بيكفي صحيح. فأنا بدعي المهتمين بالموسيقى العربية والشرقية إنه بالإمكانيات المتواضعة على الآلات القليلة العدد يستطيعوا إنه يساووا حالة مهمة بالموسيقى العربية والموسيقى الشرقية. إحنا هون الحمد لله بدمشق وبسوريا عنا إمكانيات وطاقات هائلة من شبابنا وموسيقينا عم إن شاء الله عم تتوظف بشكل صحيح، وبتمنى للكل يثابر وينشر الموسيقى العربية حتى توصل لمصافي الموسيقى العالمية. يعني بالعديد من الأنشطة مايسترو بتكون بإمضائك، نحن بنتمنى لك كل التوفيق ودائما في تألق مستمر. شكرا لاستضافتكم، وإن شاء الله طبعا نحن هلا ماضين طبعا بنضوج الثقافة وإعادة طبعا ترتيباتنا الجديدة في ثقافتنا وفننا وسلامنا وأمننا في بلدنا بهمة كل فئات شعبنا إن شاء الله. أكيد بنتمنى لك التوفيق مايسترو، أنتم جنود إلى جانب رجال الجيش العربي السوري مستمرين صح. بنشر الثقافة والحضارة السورية اللي عم يحاول الإرهاب يدمرها يوم بعد يوم، بس لكن طول ما في سوريين مثل حضرتك نحن مستمرين. شكرا كثير لك. بإصرار وثبات إن شاء الله وإرادة قوية مع الكل. شكرا مايسترو. شكرا. نزيه أسعد ويسعد صباحك. شكرا كثير لك. لهون مشاهدينا بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام. عالم الموسيقى وعالم الإرادة والتحدي للشعب السوري بفضل تضحيات وصمود رجال الجيش العربي السوري اللي بتمنى لهم التوفيق على جميع الجبهات. بكم النصر يولد من جديد كل يوم. إلى اللقاء. أكيد شكرا لكل المتابعين، ونتمنى لكم نهار أكيد كله خير وبركة وسلام. دايما انطرونا كل يوم الساعة 9 الصبح، ولحتى تحبوا إذا بتحبوا تشاركونا بأي فكرة أو اقتراح فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. من فريق العمل أطيب تحية لكم. باي باي.